من خلال متابعتك لفريق مازيمبي، انا عارف ان حضرتك بتتابع الفرق الافريقيه، شايف اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده فيه؟ حماسهم عالي قوي. اوكي، في ملعبهم صح؟ اه، حماسهم عالي قوي قوي، والاشتراكات بتاعتهم في كل اشتراكات هتلاقي اشتراكات عنيفه جدا، والاندفاعات هتلاقي الاندفاعات عنيفه جدا، والقوه البدنيه عاليه جدا. هتقول لي الله، طب نعمل ايه؟ ما عشان كده احنا مش عاوزين ماشي كرة. يعني ان احنا نلعب، يعني موقف زي الاخير بتاع رامي ربيعه لما زيزو شوبير لعب له الكوره، روح قابل الكوره انت اللي روح. ما تستناش، ما تستناش الكوره. صحيح، لكن انت ما تتفرجش. هو نفسه قال كده صح، لكن فزيزو جه دي في افريقيا، بس مش جابها تاني، بس في افريقيا. طب وليه انت من الاول انت رحت خطوتين هتجيبها؟ صح، روح قابلها، روح قابل الكوره، ما تستناش الكوره. صحيح، فاذا انت لازم تروح تقابل الكوره. ده قالب بيه في الكوره كمان، اي كوره جايه لي حتى لو ما معيش حد روح قابلها. هنكسب وقت، هناخد خط، هنفكر كل الكلام ده. اذا في الماتش ده لازم كل واحد فينا يروح يقابل الكوره. انت بتبصيلي بلاش النف في الملعب بقى، لو بمرر الاسلام كره لازم اروح اقابلها، بيمرر لي كره لازم اروح اقابلها، لان كده هتتشال انت والكوره. فاذا الفرقه دي فرقه عنيفه، ما هي سهله حقيقي، وفي ملعبها برضو بقول لحضرتك مش سهله، لكن مش صعبه. فرق بين منها، انا بقول مش سهله لكن ما هي صعبه على النادي الاهلي.